السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا على هذا النيميريك هذا، كما كتشوفوا هذا النيميريك زين 5 راه بحال خرج، وبغيت نزيدكم واحد الفكرة إن شاء الله، وهذه التجربة جربوها نتوما. المهم أنا غنعطيكم فكرة وجربوا، حيت لا كونيكسيون فاش تكون قليلة راه ضروري غادي يكون هذه الإشكالية، تكون هذه الإشكالية. كما كتشوفوا هو خدام بلاك لي ويفي وما فيهش ار جي 45. نورمالمون فاش يكون ار جي 45 في النيميريك كيعطي لا كونيكسيون مزيان وما كيقطعش، قليل فاش الا كان تيقطع. صافي، اذا انا جبت لكم واحد الفكره زوينه ان شاء الله، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. انا كنطرح فكره وانتم جربوا ان شاء الله، اللي خدمات ليه راه مزيان. المهم اعطيك فكره وجرب. وكما كتشوفوا دابا حاليا حنا دابا الا درنا لاك لي ويفي كنجيو لهنا الريكلاج ديال هنا ديال لاك لي ويفي. نورمالمون كاين النيميريكات اللي كيديتيكتا اوتوماتيك بحال هذا، الا درنا لاك لي ويفي بهذه الطريقه، هذه بهذه الطريقه كنجيو لهنا وكيديتيكتا اوتوماتيك، فهمتي؟ نرجعوا نعاودوا نديرو ميني فوالا، كما شفتوا دابا ها هو دابا مكونيكتي. صافي تفاهمنا. وقدر الا كانت كونيكسيون مزيانه يخدم لك طلب لاك لي ويفي. انا كنهضر غير على الناس اللي عندهم لاك لي ويفي ولا الا كان الروتور بعيد ولا، مهم يدير الكابل ويجرب، يدير الكابل ويجرب. انا نعطيكم الفكره وجربوا ان شاء الله، نتمنى ان الاعجاب ديالكم الفيديو. كما كتشوفوا انا دابا غنحيد لاك لي ويفي وغادي نديروا هذه الخاصيه هذه اللي غنوري لكم، هي هذه كما كتشوفوا، هي هذه كونفيرتور ديال يو اس بي الار جي 45. الخاصيه كاينه في هذا زين 5، داكشي باش تشاركتها معكم. كما كتشوفوها هي فاش كتدخلها تتشعل بالزرق، هي شاعله بالزرق شتيها. صافي، من بعد كتجيب ار جي 45 اللي كيجي من الروتور، كتدخلو هكا بهذه الطريقه هذه. كما قلت راه كتكونيكتا اوتوماتيك، يعني بلا ما تبدل حتى حاجه ولا، غادي غير تدخل هنا الا بغيتي تاكد واش مكونيكتي ولا لا. غادي تجي لهنا، غتجي نفس كونفيغوراسيون دو ريزو وغادي تجي اس بي يو اس بي تولان، هي ار جي 45 كونفيرتور. ولكن كما كتشوفوا ها هي الخاصيه ديالنا اون كونيكتي، يعني زربه داكشي، ما كاينش لا دير الكود ولا تسنى ولا صبر، خاصيه مزيانه ديرها راه تقدر تخدم لك. انا غنعطيك فكره وانت مهم دير الفكره الا تصدق ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله تصدق. كما كتشوفوا نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والناس تكون فكره. بارطاجيو وديروا لايك. شي واحد عنده هذا الاشكاليه ديال الويفي ولا بعيد، قول لي جرب هذه الخاصيه هذه لعله تصدق، وراه خدامه زعما صراحه، خدامه مزيان وجربوها، الكونيكسيون غتكون خدامه مزيان ان شاء الله، نتمنى تخدم 100%. يلا ما تنساوش بارطاج واللايك، الله يعاونكم.